أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامجكم معاكم في التغطية الحية المباشرة لأهم الأخبار في مكافحة كوفيد 19 من خلال منظومة عمل إعلامية متكاملة لمتابعة الأحداث المتسارعة أولا بأول. نشوف أخبار وزارة الصحة. اليوم أعلنت وزارة الصحة شفاء 45 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 412 حالة، فيما أعلنت الوزارة إصابة 85 حالة جديدة بكوفيد 19 ليصل الإجمالي إلى 2080 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة. تفاصيل أكثر في سياق العرض التالي. أعزائي المشاهدين، جهود كبيرة تبذلها وزارة الداخلية منذ بداية الأزمة وعلى كافة المستويات. جانب من هذه الجهود نتعرف عليه مع ضيفنا اليوم العقيد ناصر بصليب، مدير إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية. حياك الله عقيد ناصر، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، مسي عليك بالخير ومسي على أخواني وأخواتي المشاهدين. اليوم الحقيقة يعني جهود وزارة الداخلية مثل الشمس الشارقة يعني في سماء الكويت الشامخة. الحقيقة جهود جبارة تبذل على كافة المستويات. اليوم نجد الداخلية على قدر الحدث في تأمين الأمن واستقرار الدولة، في المحافظة على الجبهة الداخلية، في أيضا يعني تأمين مراكز الحجر الصحي، وأيضا في يعني الحجر الجزئي والكامل في جميع المناطق. خلنا نبدأ يعني عقيد ناصر بالحظر الجزئي. اليوم تغير التوقيت، صار من الساعة 4 لين الساعة 8. صحيح. آلية التعامل. طبعا يمكن صدر أمس قرار من مجلس الوزراء بتعديل الحظر الجزئي في أول شهر رمضان، عاد الله علينا إن شاء الله باليمن والبركة. آمين. طبعا صار من الساعة 4 للساعة 8. طبعا الآلية يمكن احنا من بعد ما نشر من قبل مجلس الوزراء يعني تم التعميم لأخوانكم في دوريات من نجدة، من مرور، من قوات خاصة. هذا الحظر التغيير راح يكون ان شاء الله يبلش من اول شهر رمضان. طبعا يمكن شفنا امس يمكن بعد القرار الاخر اللي هو نشر اسماء
المخالفين لقرار الحجر الحجز او الحجر المنزلي والحظر الجزئي. طيب فيما يتعلق بنشر الاسماء اليوم يعني احنا نعرف انه هذا ردع يعني صحيح. لكن يعني شنو ابعاده واهدافه لك يعني كرجل امن؟ هي شوف هي الاساس ان عمليه نفس العمليه رادع يكون حق الاشخاص، لان احنا قاعد نشوف الان من بدينا الحظر الجزئي كثير من العدد يعني قاعد في تفاوت، مره يوصل 17 مره يوصل 15، يعني في تفاوت، يعني ما في العدم العدل او العدد ما قاعد يوصل صفر. فهذا الشخص اللي قاعد يطلع قاعد يعني يربك، اول شيء يربك وزاره الصحه، يربك وزاره الداخليه في عمليه خروجه من غير يعني تصريح مصرح له. فيمكن هذا يعتبر نوع من رادع لبعض، انا ما اقول بعض المخالفين او بعض الناس، يكون هذا نوع او قرار رادع لهم. نعم، لما ينشر اسمه في وزاره الاعلام وفي الصحف وايضا وسائل التواصل الاجتماعي لا شك انه يعني رادع له. صحيح. نعم. صحيح. طيب عندنا قرار يعني عدم السماح للمشي يعني عقيد ناصر بصليب بالنسبه للمشي في يعني المنازل ايضا، وكذلك يعني في يعني المناطق السكنيه في المزارع في الشاليهات وغيرها، الى اي مدى يعني تشوفون هالالتزام؟ نعم، يمكن احنا صدرنا بيان توضيحي. طبعا ليش صدرنا هذا البيان؟ طبعا لاحظنا كثير من الناس يتمشون، يصير عمليه المشي في مناطق الشاليهات في المزارع في بعض المناطق السكنيه بالشارع قاعد يتمشى، بالفريج قاعد يتمشى. فهذا كان البيان توضيحي بعد ما لاحظنا، قلنا يا جماعه ترى هذه، وكل مثلا اذا مثلا استوقفنا احد الاشخاص عند البيت قاعد يتمشى، قال انا لا قاعد اتمشى في الشارع او اتمشى. فطلعنا هذا البيان لتوضيح العمليه، كذلك في الشاليهات. يعني يمكن احنا بالحالات اللي قاعد حصلناها اللي هي في طالعين بحر، يقول لا انتم ما وضحتوا ان الحظر يكون على البحر خلال النزهه البحريه. فهذا كان البيان الحظر واضح يعني واضح، فكان هذا زياده توضيح. شفنا كذلك للناس تتنقل في الشاليهات او في المزارع في الجولف كار، يقول احنا قاعدين ننتقل. فاحنا صدرنا هذا البيان ووضحنا. بس اخوي محمد، انا برجع على نقطه اللي هي تسجيل القضايا اللي تم تسجيلها خلال بالنسبه للحظر الجزئي او الحجر او المنزلي. يمكن كوزاره الداخليه تم تسجيل للحجر المنزلي اللي ما التزم في هذا الحجر، اللي حولونا اخواننا في وزاره الصحه، لغايه الان تم تسجيل 11 قضيه بهذه. وطبعا يمكن القرار اللي او المخالفه نزل في تعديل عليها، او العقوبه اللي نزل تعديل عليها في تاريخ 29/3 ونزل في الجريده الرسميه، كان 3 شهور او غرامه 5000 او كلتا العقوبتين. فهذا اللي يمكن. وبالنسبه لقضايا اللي كسر الحجر او كسر الحظر الجزئي، تم تسجيل لغايه الان تسجيل كقضايا تحويلها الى المحكمه، وصلت الان عندنا 284 قضيه اللي تم تسجيلها القضايا اللي بقرار الحظر الجزئي. اذا انتم ماضين يعني في ماشيين في هذا العقوبات. إيه؟ يعني دائما نعلن لنقول حق الناس يا جماعه هذه القضايا وهذه القضايا والاعداد اللي تم تحويلها الى. نعم عقيد ناصر، خلينا ننتقل الى القرار الوزاري رقم 355/2020. القاضي طبعا بمنح المقيمين المخالفين للاقامه يعني مؤقته، يعني لمده يعني اقامه مؤقته لمده 3 شهور. نعم. بدت من 1/3 الى 31/5. نعم. تكلمنا عن هذا الامر. طبعا هذا القرار صدر من قبل معالي وزير الداخليه، اللي هو اقامه مؤقته لمده 3 شهور. طبعا يستفيد منها من انتهت اقامته في تاريخ 1/3. نعم. الى 31/5. طبعا هذه الاقامه يتم تجديد، اللي تنتهي اقامته من 1/3 وفوق يتم تجديد اليا، يعطي الجهاز 3 شهور يعدل الوضع فيها، ويتم منحه اقامه مؤقته 3 شهور. طيب بعد 3 شهور يعدل عد وضعه، يتم تعديل وضعه من خلال يدخل في الموقع وزاره الداخليه. نعم. ويسجل بياناته، بس هذه فتره السماح لتعديل الاوضاع حاليا يعني. طيب بالنسبه للقرار الوزاري 288 لسنه 2020 ايضا خاص بشان قواعد مغادره الاجانب. نعم. اللي ما عندهم يعني اقامه. صحيح. نعم. يمكن هذا القرار اللي فيه كثير، يمكن صارنا الحين بلشين فيه اكثر من 3 اسابيع، اللي هو من 1/4 إلى تاريخ 30/4. طبعا هذا القرار يمكن في كثير من الناس استفادوا منه، المخالفين لقانون الإقامة. طبعا هذا القرار فيه مميزات، اللي هي أنه يقدر يسافر من غير يكون على أي مخالفات مالية، لأن تدري أنت في غرامات ترتب على هذا انتهاء الإقامة. فخلال هذه المهلة يستفاد منها، يتم إلغاء جميع الغرامات، يحق له أنه يسافر، يتم توفير له سفر مجاني وإمكانية العودة مرة أخرى.
يعني اذا حال استفاد من هذه المهله ما يكون عليه بلوك يقدر يرجع مره ثانيه. يمكن عندنا التسجيل يعني اللي تم تسجيلهم خلال هذه المهله يعني عندنا تقريبا 1895 من الجنسيه الفلبينيه. هذا تم مغادرتهم فعلا البلاد، تم غادروا 1895. عندنا اخواننا من الجنسيه المصريه 5241 تم استفاده من هذه المهله. عندنا اخواننا من الجنسيه البنغلاديشيه 3927، وعندنا من الجنسيه الهنديه 4486، واحنا الان مبلشين في الجنسيه السريلانكيه، وان شاء الله اخر الايام راح في جميع الجناسي راح نروح نفسها. نتوقف الان عقيد ناصر بصليب مع التقرير، نرجع لك ان شاء الله مره ثانيه. هذه القوة هي الانتشار في كافة المحافظات لدعم إخواننا طبعا في كافة القطاعات الأخرى. طلعنا من مكاتبنا ونزلنا الشارع أساس نساعد إخواننا بالجهات الحكومية الأخرى. دورنا في مساعدة إخواننا في النجدة وإخواننا في المخافر وإخواننا في دوريات المرور. تم استدعائنا من قبل أكاديمية السيد عبد الله للعلوم الأمنية. نعمل نقاط تفتيش ودوريات جوالة مع إخواننا ضباط الإدارة العامة للمرور. حفظ الله الكويت من كل مكروه. عودة إلى ضيفي العقيد ناصر بصليب، يعني سعداء بلقائك اليوم. قبل شوي تكلمنا عن عقوبات الحجر المنزلي. نعم. يعني هل هي نفس العقوبات أيضا بالنسبة للحظر الجزئي؟ صحيح، نفس العقوبات هي اللي هي 3 شهور أو غرامة 5000 دينار. نعم. إذن انتقل إلى سؤالنا اللي خاص بالطلبة الضباط. نعم. حقيقة اليوم يعني الداخلية مثل جسد الواحد. نعم. يعني جميع اليوم مرافق الداخلية نشوفها يعني على قدر الحدث. هناك أيضا قوة الإسناد الإداري. صحيح. ممثلة في طلبة الضباط، دورهم اليوم يمكن احنا كاخوانكم طلب الضباط انزلوا في الميدان مع اخواننا من رجال الامن وتم توزيعهم. يمكن هذه احسن فتره يعني اختبار لهم ان في او تدريب الميداني لهم فعلي. فتم توزيع تقريبا 550 طالب ضابط على جميع القطاعات اللي موجوده الميدانيه، من النجده، من مرور، من امن عام، من مباحث جنائيه. تم توزيعهم والامانه سدوا يعني سدوا مع اخوانهم ادائهم، يعني الحمد كان اداء هذه تجربه لهم، تجربه لهم عمليه، وجودهم يعني. نعم. عمليه مثل عمليه. نعم. اليوم يعني العقيد ناصر بصليب يعني وانا جاي بالطريق انا. نعم. بيتي في عبد الله المبارك. نعم. وجاي على الدار السادس، فما شاء الله شوف جلب الشيوخ على اليمين. صح. يعني منطقه كبيره الحقيقه. صح. لكن اشوف ما شاء الله لا قوه الا بالله، تواجد امني كثيف. صح. كل دوريه بينها وبين الثانيه تقريبا 200 متر في سيطره يعني كامله على المخارج والمداخل. اليوم دور الحقيقه كبير يعني لاخواننا في وزاره الداخليه في تامين المناطق الحظر الكامل سواء في جلب الشيوخ او في المهبوله. صحيح. بالتعاون ايضا مع اخوانكم في الحرس الوطني. صح. تكلمنا عن الاجراءات الاحترازيه والوقائيه. نعم. طبعا يمكن في منطقه جلب الشيوخ ومنطقه المهبوله اول ما صدر قرار من اخواننا في وزاره الصحه اللي هي الحظر او الحجر الحظر الكامل كلي لها او عزل المنطقه كليا، تم طبعا تطويق المنطقه كامله من خلال سياج الدوريات والسياج الموجود، تسوير المنطقه كامله. تم دراسه طبعا دراسه المنطقه كامله من خلال المداخل والمخارج، تم توزيع الدوريات على جميع المداخل والمخارج اللي هي عندنا من اخوانكم الامن العام،
في اخواننا في المرور، في النجده، في القوات الخاصه، في المباحث الجنائيه. تم تغطيه المنطقه كامله من خلال التوزيع الخارجي، كذلك في بالنسبه للتوزيع الداخلي كان موجودين اخوانكم الدوريات. ويمكن يعني ناكد على نقطه ان بالنسبه للدخول والخروج حق اخواننا المواطنين مسموح، يعني دائما الكويتيين يدخلون مسموح، دائما يسالون على النقطه هذه. وبالنسبه كتواجدنا هناك موجودين لحمايتهم، احنا موجودين في هذه المنطقه لحمايتهم، اي شيء قاعد يحتاجونه احنا موجودين. يعني قاعد بالنسبه لكثير من الناس قاعد يسالوننا اذا كان شخص مريض، اذا كان شخص محتاج مساعده احنا موجودين، يعني ابلكيشن خاص يعني يقدمون عليه ايضا، يتصل على الهاتف الامان 112. بالنسبه للاخوان يعني في وزاره الصحه ما قصروا توفير الاسعاف على مدار الساعه، يعني اذا كانت في حالات اصابه حالات اصابه او حالات مرضيه، حالات انسانيه، يعني احنا نحرص على مثل اخوانكم رجال الامن المتواجدين التركيز على الحالات الانسانيه. الحرس معاكم في الجليب ولا في اعتقد في المهبوله؟ اخواننا في الحرس متواجدين في المهبوله من خلال العيادات المستشفى الميداني المتواجد الميداني. شفت الحين يعني امكانيات كبيره وكوادر طبيه يعني ضخمه الحين. واخواننا كذلك في اخواننا في القوات المسلحه ووزاره الدفاع والجيش في عندهم مع وزاره الصحه في انشوا مستشفى موجود في جليب الشيوخ. في جيب الشيوخ نعم. يشكرون عليها هي ايضا اخواننا في الدفاع، يعني جهودهم كبيره الحقيقه في هالجانب. طيب احنا يعني نبي نتكلم عن دوركم في 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 الاعلام الامني. اليوم يعني مثل وزاره الاعلام وكافه القطاعات الاعلاميه كلها دور يعني توعوي. صحيح. دوركم يعني في الاعلام الامني دائما يمكن ان شفنا هذه الازمه يمكن اكثر اللي واجهناه يمكن في الجليب والمهبوله اكثر اللي ساكنين او قاطين المناطق هذه لا يتكلمون اللغه العربيه تقريبا 70%. فشلون قاعد نوصل لهم الرسائل؟ من خلال يمكن احنا خذينا اكثر يعني كان ويانا يعني ناس مختصين في الاردو، في البنغالي، في الهندي، قاعد نوصل رسائل توعويه بشكل يومي لهم من خلال مكبرات الصوت، من خلال الدوريات، من خلال وعندنا يعني توصيه او اعاز من معالي وزير الداخليه ومن وكيل وزاره الداخليه في توصيل رسائل يوميه لهم. يعني تدري بالنسبه للاكل، بالنسبه لل يعني يمكن اول ايام قالوا الاكل شلون طريقه الاكل وين يروحون ياكلون، فقمنا نوجههم انه راح يكون توزيع اكل موجود، الجمعيات راح تكون مفتوحه، البقالات راح تكون مفتوحه. فيعني هذه الامانه يمكن قاعد نشوفها، يمكن قاعد تشوفون انتم يمكن على كاخوانكم نعم توصيل الرسائل من خلال الطائرات الدرون انه قاعد نوصل لهم رسائل، ووصلناهم كثير من الرسائل اليوميه بشكل ما يومي. فكرتوا في لوحات ارشاديه؟ تم توزيع لوحات ارشاديه موجوده هناك، لوحات ارشاديه ممتاز. حتى يمكن البروشور احنا لان اكثر الاصابات اليوم يعني عقيد ناصر للاسف الشديد الاختلاط ومن الجاليات يعني قاعد نحاول احنا حتى يعني قاعد نوصلهم عدم الاختلاط، عدم تجمع. يمكن حتى تشوفون كتوزيع الاكل او توزيع الوجبات نحرص او التعليمات الموجوده حق اخوانكم رجال الامن خلوا مسافه بين، لا يصير تدافع، لا يصير تجمع. فكنا حريصين نوصل هذه الرساله يعني. نعم. اليوم احنا في الاعلام الرسمي نحرص الحقيقه يعني على يعني الصدق والشفافيه. نعم. ونقل المعلومه من المصدر، ويعني نبذ الاشاعات والاخبار الكاذبه يعني مجهوله المصدر. اليوم الاشاعه لها دور الحقيقه. صحيح. مغرض وقد يؤثر على يعني امن واستقرار الدوله. كيف يعني ترى يعني الاشاعات وتاثيرها على الحاله الامنيه والصحيه؟ نعم. يمكن احنا نحرص يمكن من بدايه الازمه لغايه الان احنا قاعد نتابع جميع الامور اللي قاعد تصير في السوشيال ميديا من خلال الاشاعات، قاعد ننزل دايركت يعني اي اشاعه قاعد تنزل قاعد نحاول ان في 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 نفس الوقت ننفي هذه الاشاعه ونتاكد من مصدر هذه الاشاعه، ويتم تحويل الاشاعه والمصدر اللي صدر من الاشاعه يتم تحويله للمباحث الجنائيه الجرائم الالكترونيه ليتم طلب الشخص ويعني حالته. المفروض ان الاشاعه يعني اذا وصلتك يعني تبقى في هاتفك. نعم. يعني اذا تقدر ايضا تكلم صاحبها وتنبهه انه يعني ينبغي ان يكون عنده ذاك الحس الوطني افضل طبعا. صحيح. يعني على اساس ما يتم نشرها نشر. من شخص الى اخر. واحنا يعني انت اذا كان هدفك مثل مصلحه عامه او تقدر يعني توصلنا هذه الاشياء او هذا المقطع اذا عندك توصل من خلال موقع وزاره الداخليه وصل لنا احنا نتعامل وياه ونرد عليك، يعني نرد عليك في هذا الموضوع، يعني نقول لك انه صح او مو صح يتم الرد عليك. يعني احنا يمكن عملنا على مدار الساعه، يعني ما في تقول يعني دزها اليوم، احنا شغالين الشباب كلهم شغالين على مدار الساعه. عندنا وقت الحربي. طيب نتكلم عن ايضا يعني اداره الشؤون الصحيه. نعم. عقيد ناصر طبعا يمكن اداره الشؤون الصحيه في وزاره الداخليه تابعه لشؤون القوه،
هذه دورها ان هي تاكد او توزيع، تعرف انت الدوريات متواجده، الادارات الميدانيه متواجده، الاداره هذه المتخصصه الاداره الطبيه عندنا متخصصه، هي تتم توفير كل مستلزمات من كمامات، قفازات، معقمات حق جميع القوة اللي متواجده في جيب الشيوخ، المتواجده في المهبول، المتواجده في جميع الدوريات. من خلال هذه الاداره المختصه عندنا يتم تاكيدها على هذا الموضوع. ما حسيت انه في نقص يعني لا سمح الله في الكمامات؟ لا 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 الحمد لله الامور زينه، نتمنى ذلك ان شاء الله. طيب لا شك ان يعني اليوم يعني وصول ابنائنا واهالينا من الخارج في جهود كبيره حقيقه بذلت يعني على كافه القطاعات. يعني تكلمنا يعني عقيد ناصر بصليب عن الجهود اللي تبذلها وزاره الداخليه لتامين ايضا وصول اهالينا من الخارج بالتعاون مع اداره الطيران المدني وايضا يعني الكوادر الصحيه. طبعا يمكن اول شيء يعني نورت الديره باخواننا اللي رجعوا. نعم هذا احنا هذا الشيء اللي مستانسين يعني فيه. طبعا جهود قاعد تقوم فيها وزاره الداخليه متمثله بالاداره امن المطار من خلال توزيع رجال الامن على جميع ساحه الطيران، على الجوازات، على استقبال، وتم التنسيق مع اخواننا من اول ما ينزلون يتم رجال الامن المتواجدين وهم اللي يوصلون الركاب من صوب الطياره الى مراكز الفحص، ويتم يكون عمليه اللي هي عمليه تباعدي. يعني نشوف جهود الحقيقه اخواننا في المطار، وزاره الداخليه ايضا جهود كبيره جباره الحقيقه تبذل. وهني ايضا ننصح الحقيقه يعني اخواننا واهالينا اللي يعني وصلوا من الخارج واهالينا اللي استقبلوهم الحقيقه ان يراعون التعليمات الصحيه. يعني ويعني يمكن احنا كثير من الاسئله قاعده توصلنا اللي هي شلون انا مثلا بروح استقبل يعني استقبل لي مثلا واصلني، فيمكن ناكد على الموضوع هذا انه يتم من خلال الابلكيشن الخاص اللي هو مال طلب التصريح. في اضفنا خدمه جديده هي استقبال مسافر، طبعا هذه مدتها 24 ساعه، يتم حط انه يحط رقم المدني للشخص اللي راح يوصل من السفر ويتم. وكذلك يعني مشكوره جمعيه الهلال الاحمر وفرت سيارات نفس الموقع بالنسبه اللي يوصل من اخواننا المسافرين اللي قاعد يسمعونا يوصلون ما في حد يستقبلهم، من خلال ينزل صاله الاستقبال في كونتر خاص من الهلال الاحمر يطلب سياره وتوصله للبيت. نعم. وايضا ننصح يعني اهالينا يعني سواء اللي جايين من الخارج او اللي يستقبلونهم يعني ان يبتعدون عن العاطفه وعن يعني الاحتضان وايضا يعني يعني بعض الامور اللي احنا يعني ربما تنقل الفيروس من شخص الى اخر، يعني ولمصلحتهم يعني خاصه في الحجر المنزلي او المؤسسي 28 يوم. وان شاء الله تعالى يعني بعد فتره لاحقين يعني على يعني الـ الـ يعني الاجواء العائليه ان شاء الله. نعم. نعم احنا شاكرين لك يعني العقيد ناصر بصليب مدير اداره الاعلام الامني بوزاره الداخليه، والشكر موصول ايضا الى كافه القطاعات في وزاره الداخليه وعلى راسها يعني معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه انس الصالح، وايضا وكيل وزاره الداخليه الفريق عصام النهام، وكافه قيادات وضباط صف افراد وزارة الداخلية. مشكور. شكرا لكم. شكرا لك مشكور وما قصرت على هذه الاستضافة. الله يحييك حفظك الله. تخطى عدد الإصابات حول العالم بكوفيد 19 حاجز 2.5 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 170,000. قامت عدد من دول العالم أيضا عن كشف خططها لتخفيف القيود وإجراءات العزل المتخذة بها جراء الجائحة. كوفيد 19 سيطر على مخيلة العالم الذي لا يزال في سبات عميق ما لم يجد لقاح أو علاج لكبح الجائحة. العالم يتحد ضد العدو الخفي، قرار جديد لتعزيز التعاون العلمي لمكافحة الجائحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن الفيروس مصدر حيواني، لكنها لا تستطيع تحديد مصدر تفشي بعد. ولاية ماساتشوست بؤرة جديدة ترصدها الولايات المتحدة، نيويورك تعد بالدعم إذا لزم الأمر، والرئيس الأمريكي يصدر قرارا بوقف الهجرة، ولا تزال المظاهرات قائمة لرفع الأغلاق العام بدعم من ترامب ومعارضة من بعض حكام الولايات خوفا من موجة أشد فتكا للوباء. وإلى أوروبا أكثر القارات تضررا من الجائحة، كوفيد 19 يعاود هجومها على ألمانيا بعد إعلانها السيطرة عليه، وإيطاليا تسجل أقل حصيلة لحالة الإصابات في الوباء، والرابع من مايو سيكون موعد تخفيف الإجراءات فيها. وأسابيع قاسية تنتظر العاصمة الروسية موسكو، وقلق يسيطر على السلطات في العاصمة، وبوتين يعرب عن قلقه للمرة الأولى منذ تفشي الوباء. العالم بين متخوف ومتهور، ولا زالت الجائحة تجتاح العالم بقواها الخفية
القوية وقدرتها الكبيرة على اجتياز جميع الحواجز، ولا سالم منها إلا من توقاها والتزم الإجراءات الاحترازية. اليوم الدولة بكافة قطاعاتها هبت بكل طاقاتها وإمكاناتها وكوادرها البشرية والفنية وأيضا الإدارية لإنقاذ الوطن. ما تبون نجاة الوطن وسلامته؟ ما اشتقتوا ترجع الكويت مثل ما كانت؟ ما حنيتوا ترجع الحياة إلى طبيعتها؟ ما تبون ينزاح عنكم هذا الهم الجاثم على صدوركم؟ إذا تبون هالشيء يتحقق فالدور اليوم عليكم، والأمل فيكم كبير، وإحنا نخاطبكم بكل مشاعر الصدق والإخلاص والانتماء والولاء والروح الوطنية وحب الوطن والتضحية لأجله. هذه الصفات اللي أنتم أهلها، ناشدكم ننخاكم بكل معاني المروءة والشهامة والأخلاق الكريمة اللي تربيتوا عليها. طلب واحد فقط، أن تبقون في منازلكم تتكاتفون وتمدون أياديكم إلى أيادينا ومع أيادي إخوانكم اللي يعملون لأجل هذا الوطن، لنصل جميعا إلى بر الأمان. في أمان الله.